السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسؤول حضرتك. الحمد لله، اتفضل. من فضل حضرتك، أنا كنت وضع فلوسي بناء على فتوى البنك فيصل الإسلامي، رقم مش قليل يعني، رقم كبير، وكنت بستخدم الأرباح دي. حاجة عايز أعرف رد يعني حكم الأرباح زي ما كنت باخدها منها ده إيه؟ عفى الله عما سلف واستأنف حياتك من جديد، وابتعد عن أكل الربا، بارك الله فيك. طيب يا فندم، أنا دلوقتي عندي مطعم، يعني عندي مجموعة مشاريع وعندي المال كويس، متاح إن أنا أحطه في البنك بدون ما آخد فوايد ولا أبعد خالص؟ لا، متاح متاح، إذا أردت، إذا خشيت عليه متاح، وإن أخذت الفوائد فأخرجها على سبيل التخلص منها. تمام يا فندم، يعني هو اللي فات خلاص عفى الله عما سلف. نعم. عادي، رغم إن أنا ممكن أعرف القيمة اللي أنا كسبتها كام؟ عفى الله عما سلف، ما دمت بنيت على فتوى، بارك الله فيك. تمام، بارك الله فيك. وفيك الله يسلمك.